يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز محبة الكافر محبة طبيعية كمحبة الطبيب الحاذق والمعلم المتقن؟ لا تحب الكافر ولا تستفصل، طبيعية أو دينية لا تستفصل عنها. أن تبغض الكافر من أجل دينه، من أجل كفره. والمحبة الطبيعية بين الزوج وزوجته الكتابية، أو بين الأخ وأخيه الكافر، محبة طبيعية، هذه قد يتسامح فيها. لكن ما يجوز للإنسان أنه يقول أحبوهم محبة طبيعية، لأن هذا وسيلة إلى المحبة الدينية، لا يفتى بهذا. نعم. لكن لو وقع شيء من هذا، فإنه لا يؤاخذه الله عليه. نعم.